مرحلة الفيسبوك دي مرحلة كده كلنا عدينا عليها، او هي اللي عدت فوقنا ما تعرفش. المهم اللي هحكي ده مفيش حد في جيلي ما عملوش، كله عمل كده. كلنا كنا داخلين الفيسبوك، شوية فريند ريكويستس عمال تبعتهم، وشوية قبلوا فيهم وشوية لا ويطنشوك، وشوية بقى صور كده وانت عايز تلم لايكات عليها، وبتلم تبرعات حضرتك. اه والله، واللي يعمل لك لايك بقى تروح قايله ميرسي، كل واحد يعمل لك لايك يقول له ميرسي، ولو ما قلتليش ميرسي فكتودي يا الامر مفيش لايكات تاني بقى، المفروض تروح ترد اللايكات دي. ايوه ما هي نقطة فرح هي. المشكلة بقى ان الموضوع ما بيخلصش هنا، لا تلاقي رايح المدرسة عمال يقول لك انا لميت النهاردة 40 لايك على الصورة بتاعتي الأخيرة. لا شو بيزيدوا الحمد لله، حسيت انه لم تبرعات لحالته المرضية. لا ما تعرفش والله العظيم. المهم اللي انت عملت تنزل صور ليك انت واصحابك اشكالكم فيها عرة، وساعتها انت بتبقى بتقول ان مفيش مشكلة في الموضوع ده، عادي خالص بيبقى بالنسبة لك بيس. المهم اللي انت شوية بتخش على مرحلة عايز تكلم بنات، ونبتدي بقى مرحلة ممكن نتعرف. نظام كده غريب، انت لما كبرت تحس انه حك يعني. بصراحة الواحد كان بيعمل حاجات انا الحمد لله ما عملتش كده عشان بس نبقى عارفين. بعد مرحلة بقى عايز تكلم بنات تلاقيك داخل بقى في مرحلة اما ابعت لك مسج وتعمل لها سين وما تردش عليا، فانت قاعدين الزق. هو فعلا قاعدين الزق، هو انت عندك حق، هو قاعدين الزق، بس ليه بنقعد نشتكي كده في البوستات؟ وبعدين مثلا لو واحد اتخانق مع اصحابه او بنت اتخانقت مع اصحابها تقعد بقى تنزل بوستات اللي جه عليا ربنا مش عارفه ايه. يما قولي لهم ما بينهم احنا مالنا، احنا ما نتدخل ليه؟ اه والله العظيم يعني في ناس كده من البوستات بتاعتها تعرف ان هم اتخانقوا مع بعض، خلاص بقى هم كده هيفركشوا. المشكله ان في ناس بتتخانق بسبب الفيسبوك ده، قاعد يتخانقوا عشان انت ما عملتليش لايك، انت ما ردتش عليا امبارح، مش يعني حاجات كده تافهه. بعدين تلات ارباع الناس اللي على الفيسبوك دول تلاقي الربع التاني بيتكلمهم، فالتالت ارباع يرد عليه يقول له ايه ده انت كنت فين؟ يعني بقالك كتير يا واطي ما بتكلمناش. طب حضرتك يعني هو بقاله كتير ما بيكلمكش، ما تكلمه انت، كلمه انت شوفه يمكن مات ولا حاجه، يا الا ما تقولش الكلمتين دول هم حافظ ومش فاهم الموضوع ده يعني غريب. المهم اللي انت شويه بتكبر بعدين بقى تخش الكليه، تبقى قاعد كده في المحاضره خير بيتك ملزه كيوت قوي، فتلاقي واحد صاحبك من الجداد بيقولك ايه ده انت شكلك اتغير عن زمان قوي، ومين اصحابك اللي معاك في الصور دول؟ تقول صور ايه؟ يقول لك الصور بتاعتك على الفيسبوك. نهارك ازرق، صوري على الفيسبوك جبتها ازاي دي؟ فتطلع الموبايل تقعد تمسح الصور. انت بتبقى فاكر ان المصيبه كده خلصت بمسحك الصور وان كده المزه مش هتضيع، بس لا تلاقي عندك واحد صاحبك واطي كده هيشيل لك صوره وانتوا صغيرين الميموريز بقى، ويعمل لك تاج انت كده البست خلاص، فعلا انت كده البست، وهي ضاعت يعني. بص هي اصلا لو هي بتراقبك في صم عارف انت الموضوع ده، ولو دخلت شافت الصوره دي هتاخدها سكرين شوت وهتوريها لاصحابك، والبنات ما يبصوش. انت بص انت اديها الكبه وهي خلاص، انت كده ولعت في حقل بترول بطفيه بقى. المهم لو انت ما عندكش صاحبك الوقت ده وانت كده مصيبتك خلصت والموزه بتاعتك، بس في مصيبه تانية هي عيلتك بالذات بالاخص ابوك وامك. بص يا سيدي ابوك وامك دول فرقتين، الا ناس ما بتعرفش تعمل فيسبوك ودي الحاجه في ايدك بقى يا حبيبي، يا اللي بيعرف دي مصيبه سودا ولا دي مصيبه نفسها. تلاقي ابوك عمال يعمل لايك لبوستات غريبه كده ما تعرفش بتجيله منين، ما تعرفش والله العظيم، وبيقعد يشهر حاجات كده غريبه اللي انتوا بتعملوه ده. بس هي المشكله مش بتبقى في ابوك قوي، المشكله بتبقى في امك عارف انت بقى يعني. الستات بقى وبتحب الاشاعات وكده، احنا عارفين بقى طبعا الصفحه اللي على الفيسبوك دي بقى بتاعت الاشاعات، فتلاقي ابتدت امك تمنعك من مطاعم من اكلات معينه، دي مش عارف فيها جلد فران، دول لا عندهم حمير، ده لا عنده ديل فار ما تعرفش. المهم اللي انت في الاخر بتلاقي نفسك بتاكل باميه كل يوم من يد امك، خلاص بقى منعاك من كل ده، ولو قفشتك بتاكل حاجه من دول هتفشخ. وبصراحه مامتك في الفيسبوك ده بتبقى بتصدقها اكتر منك يعني، انت لو واقف قدامها وفي خبر كده انت صورتك فيه وبيقولوا الواد ده ميت على الدائري هتصدقها، هتقول لك ابني مات وانت قاعد قدامها وماما ما بتحصلش حاجه، بس هي مصدقه ان انت موت. بالنسبه لها خلاص انت موت وانت عملت كناحه، بس لا هتعمل العزا خلاص. المشكله برده ان مشكله الفيسبوك ما بتبقاش في ابوك وامك بس، المشكله اللي بيبقى فيه خالتك وعماتك وخلانك، خلانك دول او عمامك بيبقوا ماسكين قسم بيدوروا انت عملت لايك لمين ومين عمل لك تاج، وغالبا بيقعد يقول لك مين الموزه اللي انت كلمتها دي، مين الموزه، بعدين يقول لك عملت لك تاج في بوست خش اعمله لايك، حاجه تفرح كده. ولا خالتك بقى ما تعمل لك تاج في صوره وانت واصحابك خارجين تظرفك الكومنت، انت خلاص اتشلوحت والله العظيم بيبقى كومنت في الصميم. المهم لو انت ما بيحصلش معاك كل ده فانت برنس زي يعني، محدش بيقرب جنبي يعني، ما عدا موضوع ماما والاكل يعني، موضوع ماما والاكل ده غريب قوي والله العظيم، حتى اللي بيقول لا بيجيب اسهال. وانا كده خلصت، كان معاكم محمد من توب انفيتي، سلام. كتير مننا بيحب الطريقه وبنقعد نهزر بيها مع اصحابنا، بس المشكله ان في ناس تعبت في